في عناوين النشرة، اللواء أشرف ريفي للجديد. وأنا معلوماتي عم أقول لك اسم جبران باسيل، واحد من الأشخاص اللي حققوا ثروات فسادا من أموال الخزينة اللبنانية. توسمات الجراح لستوديو فيجن تخفض المبلغ من 60 مليون إلى 3 ملايين دولار. سامي جميل يفتتح موسم الانتخابات ويضرب موعدا مع السادس من أيار. حلوا عنا، هن وصراعاتهم، هن وحروبهم، هن ودواليبهم المحروة. الخزانة الأمريكية تستهدف حزب الله بأسماء جدد. اسمنا مكتوب على لائحة الإرهاب من بداية الثمانينات. بري رئيس في لبنان وفي أبيجان. هاي صورة أستاذنا وحبيبنا وتاج راسنا الأستاذ نبيه. بهالبلد كل شيء بيصير ضبط من 2014 لسيارة موديل 2016. سيارة عليها ضبط ب 29/5/2014 مصنوعة بال 2016 وأنا مطلعها من شركة تويوتا، مش مشتريها من حدا. مساء الخير. افتتح رئيس حزب الكتائب سامي جميل المنازلة الانتخابية من حلبة جرى تجسيدها شكلا ومضمونا في مهرجان إطلاق الماكينة الانتخابية على مرمى يوم واحد من اندلاع الترشيحات في وزارة الداخلية. واعتبارا من الغد سوف تتحول البلد برمتها إلى ماكينة تستدر العطف الانتخابي بأنواع الأسلحة كافة، التقليدية منها والمحرمة سياسيا. وأول المقاتلين على الجبهات كان سامي جميل الذي قدم خطابا يتسع لدورة نيابية كاملة تحت شعار الحرب بخمسة نواب فعلت كل هذا الفعل، فماذا لو حصدت الكتائب مقاعد أكثر، داعيا مناصريه إلى أن يكونوا نبض التغيير في السادس من أيار. تغيير الكتائب يأتي بعدما عز الإصلاح وترنح تحت عناوين أصبحت مجرد معارك، وقد سماها جميل صفقة صفقة، وبينها البواخر المشبوهة والتوتر العالي والضرائب والمطامر والنفايات وسياسة مرق لي تمرق لك، وتتمثل بمطمر إلي ومطمر إلك، باخرة إلي وباخرة إلك، بلوك إلي وبلوك إلك، قاضي إلي وقاضي إلك، سفير إلي وسفير إلك، وزارة إلي ووزارة إلك، وصولا إلى سلاح إلي لكن سلاح مش إلك. وعلى المس بالذات العدلية استنفر وزير العدل افتراضيا وغرد قائلا للجميل: القضاء سلطة مستقلة إلك ولغيرك، بس المهم تلجأ للقضاء لتثبت حقك واتهامك، كم خطيئة ترتكب بحق الوطن والقضاء بسبب الاستحقاق الانتخابي. وعملا بثوابت الوزير سليم جريصاتي ودعوته إلى الامتثال للقضاء، قررت قناة الجديد الالتزام بهذا السقف وتقديم دعوى قضائية ضد محطة الأن بي أن لما ساقته من اتهامات مباشرة. طاولت رئيس مجلس الإدارة تحسين خياط في نشرتها المسائية يوم أمس واستكملت في جزئها الثاني اليوم. وعلى الأغلب فإن القضاء إذا رفضها مضمونا سيضطر إلى قبولها شكلا، لكونها قد سجلت سابقة في تاريخ الصحافة الخارجة استثنائيا من مجاري الصرف الصحي. ونكتفي بهذا القدر لأن الأنباء الواردة سابقا عن فرار عشرات المجانين من مستشفى دير الصليب في جل الديب قد ثبتت صحتها، وهم انتشروا واستولوا راهنا على محطة تلفزيونية وسيطروا على نشرة أخبارها، وهذا لا ينفع معه أي رد. محطة تمارس الجنون وأخرى تتواطأ معها الدولة على أموال الدولة، وفي آخر ما توصلت إليه العملية الرضائية بين وزير الاتصالات جمال الجراح واستوديو فيجن المملوكة من آل المر، 90% حسومات أجراها الجراح لموسم شتاء وصيف التنازلات،
ووفق وثائق الجديد فإنه جرى خفض المبلغ المسروق من 90 مليار ليرة إلى 4 مليارات وكسور. فعن أي دولة نتحدث وعن أي قضاء وأي إعلام؟ واحد يسرق وآخر ينتعل صفة، فالسارق بقي سارقا وراقصا في استوديو فيجن، والعصفورية تحتل الإعلام في استوديو آخر. البداية من الشمال وتحديدا من باب التباني، حيث سمع إطلاق نار وانفجار قنابل في خلال عملية دهم ينفذها عناصر من الجيش في شارع الحموي بعد تطويقه بحثا عن مطلوبين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط عدد من الجرحى في أثناء عملية دهم للجيش في باب التباني لتوقيف مطلوبين. وفي التفاصيل أن عناصر من الجيش طوقوا مساء شارع الحموي في باب التباني ثم نفذوا عملية دهم تمكنوا في خلالها من توقيف مطلوب، فعمد مطلوب آخر إلى إطلاق النار وعدد من القنابل باتجاه العسكريين وتستمر ملاحقته حاليا لتوقيفه. وذكرت بعض المعلومات عن استشهاد أحد العسكريين في خلال عملية الدهم. اللواء أشرف ريفي يتهم الوزير جبران باسيل بالفساد، ويعد من برنامج الأسبوع في ساعة بالتوجه إلى النيابة العامة المالية، ويكشف هوية زياد عيتاني آخر بتهمة التعامل مع إسرائيل. إذا أنت بناء على معلومات عم تقلي أنه أكيد في شيء له علاقة بجبران باسيل، قل لي إياهم شو واحد منه جبران باسيل حقق إذا بدك من فساد هو وأمثاله الحقيقة. مشان هيك أنا بقول السلطات اللبنانية المعنية إذا كان فعلاً في نية لمنع مكافحة الفساد أن تطلب من السلطات الفرنسية من هالمجلة هاي الحياة إلا من هم الأشخاص اللبنانيين المسؤولين اللبنانيين لحققوا ثروات من الفساد. حضرتك كنت وزير عدل سابق. نعم. القضاء يأخذ بكلام مجلة معينة. القضاء بيعتبر. القضاء أنا عم بوجه له أخبار. القضاء بيأخذ ببرهان بأدلة. أنا عم بتوجه مش بمقال ورد بمجلة طيب. فرنسية عن دين بيبلغ 80 مليار دولار. دول مسؤولة عنه فترة 25 سنة. دول يعني. بتحترم حالها. دول بتحترم حالها. نعم تتوجه. نعم إذا بدك تأخذ كل شيء بتسميه إخبار. منه دعوة قضائية. في ناس لأنه إذا ما عنده صلاحية تعمل دعوة قضائية في قدم إخبار للنيابة العامة. أنا قدام كل الجمهور اللبناني عم أقول نعم شرف فضل يا نيابة عامة مالية يا كل مؤسسات معنية افتحوا تحقيق. هذا مال لبناني. إذا أشرف ريفي اسمه وارد افتحوا تحقيق معه. إذا نجيبوا كل الأسماء من هالمجلة هاي المجلة عندها أسماء مبدئيا. مشان هيك أنا عم أقول لك حقيقة وأنا معلوماتي عم أقول لك اسم جبران باسيل واحد من الأشخاص اللي حققوا ثروات فسادا من أموال الخزينة اللبنانية. بس هذا بيحتم عليك. أنا مسؤول عن كلامي. إيه بس لحظة. أنا مسؤول عن كلامي. بعدين الموضوع الثاني إذا بدك. لحظة. موضوع المازوت الأحمر. برتب عليك دعوة تانية من جبران باسيل هذا الكلام. دعوة تانية ودعوة تالتة ودعوة رابعة. إما فعلا فينا ندافع عن أموال أولادنا أو نروح نقعد ببيوتنا. أنا مسؤول عن كلامي. يخلي قلت له أنا تحديته إذا كنت رجال قدم دعوة بحقي قدم دعوة بحقي أنا رح أقدم للقضاء اللبناني كافة الملفات وبطلب من كل لبناني وكل مؤسسة بتعرف فعلا أنه بالنهاية فلنفتح ملفات الفساد في هذه الجمهورية. لا يجوز أن يبقى المال العام منهوبا. البحصة الأولى موضوع زياد عيتاني. للأمانة هذا البريء الذي زج به فقط لأنه اسمه زياد عيتاني. وبرجع بقول لك كل الاتصالات اللي هي تمت وبرجع اشوف تحقيق تماما سيظهر تحقيق اذا كان عندنا فعلا موضوعيه بالقضاء الحقيقه. لا في وحده اسمها كوليت ولا هذا اللي معتر الحقيقه اللي كان يشتغل بالميادين كان يشتغل يعني هو كان اقرب لحزب الله وكان عم اذا بدك عم يعيش بعرق جبينه. اخترعوا صار في اتصال من قلب الاراضي اللبنانيه من خط غير لبناني. اذا يروحوا عم بحكيك وقائع. إيه بس شو الرابط بين هذا الشيء وبين موضوع رئيس الحريري والبحصة؟ لا لا لك هي بحصة هي بحصة إذا بدك حيصة لإنصاف إذا بدك إنصاف حدا انظلم انظلم لأنه فقط اسمه زياد عيتاني. البقفوط كان زياد عيتاني الآخر مش زياد عيتاني هذا الحقيقة. مين الآخر يعني؟ الآخر هو تبع موقع أيوب كلنا بنعرفه تمام الحقيقة. ولمعلوماتك البحصة أنه حكما في إذا بدك مسؤول إذا بدك سياسي أو رئيس سياسي يسعى لنقل التحقيق من جهاز أمني لجهاز آخر أكثر موضوعية وأكثر قدرة لإنصاف إنسان مظلوم لم يستطع هذا المسؤول السياسي. حاجة جماعة بقى تعملوا دولة أمنية أو دولة بوليسية الحقيقة.
هذا انسان مظلوم بقى بيعطي خليني اعرف شويه تفاصيل عن الزياد الاخر اللي كان مقصود. مين الزياد؟ الزياد الاخر تبع موقع ايوب اللي بيتعاون معي مبدئيا هو اللي كان مقصود يعني، بس ثابت انه اثنين اسمه زيادين عشان هيك ركبت بشكل اذا بدك مخابراتي. ليش كان ليش كان عم يتعامل الزياد الاخر؟ لا 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 لا, لا بالعكس لا لا وطني اكثر منك واكثر مني الحقيقه بس لانه اذا بدك كان خصم هي العقل البوليسي العقل بالدوله الامنيه لا ترحم يعني كنت حضرتك المستهدف الى حد ما نعم زياد الثاني بتعاون بيشتغل معي يعني بتعاون احنا ويا سياسه كان هو المستهدف مبدئيا. خليني برجع بقول انصافا للحقيقه انصافا للعهد انصافا للقضاء انصافا للجمهوريه افتحوا تحقيق موضوعي مع زياد عتاني. هذا مظلوم هذا بريء ظلمته يعني ظلما وعدوانا. بس في افاده يعني في افادات قال انه راح على تركيا يا خيف انا بقول لك كلف جهاز امني قضائي او قضائي يعني كفو وجهاز بدك محايد انصافا للحقيقه انصافا للبراءه في هذا الوطن اللي بركب جهاز امني يرجع يرتد على الجهاز الامني الدوله البوليسيه بترتد على اصحابها. ما تفرحوا انه اخصامكم بعثوا لهم اجهزه امنيه الحقيقه اللعبه الامنيه يجب ان تكون لحمايه الوطن فقط لا غير مش بالسياسه الحقيقه. نعم. وزير الاتصالات جمال الجراح يعلن القيمة النهائية لسرقة استوديو فيجن بخفض المبلغ 90% أي 3 ملايين دولار بدلا من 60. إذا لم تكن قناة المر لأحد بحسب ما تدعي إلا أن ملايين الدولارات المكدسة في جعبتها وجعبة مالكيها مملوكة من أحد بالتأكيد. فبعد أكثر من عام على رفع وزارة الاتصالات دعوى على شركة ستوديو فيجن بالتخابر الدولي غير الشرعي، ها هو وزير الاتصالات جمال الجراح يراسل هيئة القضايا في وزارة العدل في 17 من كانون الثاني الماضي لإطلاعها على قيمة المبلغ الذي وصل إلى خزينة ستوديو فيجن بدلا من خزينة الدولة، والمبلغ هو 4,800,000,000 ليرة لبنانية. المبلغ المذكور يؤكد بما لا يحتمل الشك أن شركة ستوديو فيجن وعلى الرغم من كل محاولاتها حرف الأنظار تارة ورمي الاتهامات تارة أخرى قامت بالاستفادة من أموال تخص الدولة اللبنانية من قرصنة التخابر الدولي. هي أموال يدفع المواطنون اللبنانيون ضرائبهم وفواتيرهم على أساسها، وهم المواطنون أنفسهم التي تدعي القناة أنها لهم. كان مستغربا جدا كيف انخفضت قيمة الأموال التي اتهمت شركة ستوديو فيجن بسرقتها في البداية من 60 مليون دولار إلى نحو 3 ملايين دولار. حصل ذلك بعد ظهور مستند صادر عن قطاع الفواتير في أوجيرو خلال محاكمة المر والشركة. مصادفة غريبة دفعت برئيس لجنة الاتصالات والإعلام النائب حسن فضل الله إلى التساؤل والاستفسار. بفتح هلالين لأحكي هون عن الملفات الضائعة، ملفات يعني مش ملفات مثل ملف انترنت أو شيء، المستندات هذا المقصود بالملفات. بالحقيقة كمان هذا أخذ نقاش أنه هل يوجد ملف في وزارة الاتصالات له علاقة بالمعطيات المرتبطة بالانترنت غير الشرعي بالتخابر الدولي غير الشرعي وعلى أي أساس تبنى الدعوة؟ وكان الوزير السابق موجود والوزير الحالي موجود، وأنا قلت لهم هذا سأعلنه في الإعلام وطلبنا التحقيق فيه، والمدعي العام مدعي عام التمييز طلب من الإدارة يعني من الوزارة تقدم المعطيات اللي على ضوءها بصير فيه تحقيق. عم ينحكى عن ملفات مفقودة، عن مستندات مفقودة، عن تهريب مستندات، عن أخذ مستندات. ما هو مستغرب يصبح عاديا بعد الاطلاع على طريقة تعامل قناة المر مع القضايا التي تعني المواطنين، وما فضيحة ابتزاز منتجع إيدن روك على الرملة البيضاء إلا نموذجا. جرت مراسلة إلكترونية بين المديرة المالية في القناة وموظفة من شركة عاشور تفسر سياسة القناة في معالجة القضايا، فماذا جاء في البريد الإلكتروني؟
ذكر في الرسالة أنه تبعا لاجتماع عقد بين الطرفين تقدم قناة الام تي في عرضا يروج بشكل إيجابي للمنتجع السياحي، مقترحة تقديم برنامج منا وجر بنسخته الصيفية من المنتجع، إضافة إلى 650 إعلانا ترويجيا للإيدن باي وتصوير المشروع خلال الحلقة. ووصل الأمر بالقناة حد عرض استضافة أحد العاملين بالمشروع للكلام عنه وعن حسناته كما جاء بعرض الام تي في، وذلك في مقابل 200,000 دولار لا تشمل الضرائب. يتوجه رئيس محطة الام تي في ميشيل جابرييل المر يوم الاثنين إلى حضور جلسة جديدة في قضية محاكمة التخابر غير الشرعي، جلسة يتردد أنها ستشهد إعلان الحكم النهائي. ويا للمصادفة أيضا، بعد انخفاض القيمة من قيمة تهدد وجود القناة والشركة إلى قيمة مقدور عليها. في كلتا الحالتين فإن القناة التي تدعي أنها مش لحدا ستكون مدانة بسرقة أموال هي بالفعل لحدا. رئيس حزب الكتائب سامي جميل يدعو اللبنانيين اليائسين من الأوضاع الراهنة إلى التغيير في 6 أيار. من الفورم دو بيروت أطلق حزب الكتائب حملته الانتخابية بعنوان نبض التغيير، واعتبر النائب سامي جميل أن الحسابات الضيقة أدت إلى تسليم البلد إلى خارج الدولة وخارج الحدود تحت عنوان الواقعية السياسية التي تبرر أمامها كل التراجعات، متطرقا إلى سياسة مرق لتمرق لك التي تحكم الحياة السياسية وأدت إلى استقالة الكتائب من الحكومة. مرق لي تمرق لك، مطمر إلي ومطمر إلك، باخرة إلي وباخرة إلك، بلوك إلي وبلوك إلك، قاضي إلي وقاضي إلك، سفير إلي وسفير إلك، سلاح إلي بس سلاح مش لإلك. وعملياً تنختصر اللعبة كلها، لأنه هني بيسموها لعبة، سلاح إلي والمحاصصة إلك. وبالنهاية النتيجة شو هي؟ نتيجة هي تجويع الناس. وعلى مشارف الانتخابات يرى الجميل فيها فرصة لتغيير أداء السلطة ولتحقيق الاستقرار والسلام والبنية التحتية التي من دونهم لا يوجد استثمار. بدنا سلام بهذا البلد، بدنا فرصة، بدنا ناخذ عطلة من الصراعات، من حرق الدواليب، من القواص، من الحروب، من الصراعات، بدنا ناخذ فرصة ونبني بلدنا، بدنا نرجع ينبض بلدنا، ينبض حياة، ينبض سلام، ينبض لشبابه، لصبياه، بدنا نرجع نبني لهيدا البلد، يحلوا عنا هن وصراعاتهم، هن وحروبهم، هن ودواليبهم المحروقة. وتيصير عنا سلام بدنا نخلص من السلاح، بدنا نوثق بجيشنا، بدنا نوثق بضباطنا، بدنا نوثق بعسكرنا، بدباباتنا. بتوجه للكتائبيين تيكونوا هن عم يعطوا المثال، صوتوا بقناعتكم. ما بدي حدا يصوت للكتائب بس لأنه كتائبي، بدي يصوت للكتائب إذا ما اقتنع باللي عم تعملوا الكتائب، وإلا ما يصوت. شعب اللبناني ما حدا يفكر انه بالجيبه، ما حدا يعدنا كيس بطاطا، نحن الناس ما حدا يعدنا كيس بطاطا. سياسة المنظومة الحاكمة وضعت الكتائب أمام 3 خيارات، إما الدخول في اللعبة أو الاستسلام أو المواجهة التي انتهجتها الكتائب لتكون نبض التغيير في حياة سياسية جديدة. خضنا كل المعارك، أوقات نجحنا، هيدي البواخر بعدها بتركيا وما أجت وما رح تجي. وقفنا بوجه التوتر العالي وبعده لهلأ لحديث هلأ عم نقدر نحمي أهلنا بالمنصورية.
قسطنا الضرائب بالمجلس الدستوري لحالنا، عملنا لهم ارباك. كل الاخطاء اللي بيعملوها بيرجع بالاخر الحق على الكتائب. استخدموا القضاء كرمال تا يجربوا يخوفونا ويخوفوا كل الناس الحره. صفى كل ما يعملوا غلط ونحن نقول عنه غلط، ايه انتو شعبويين، خيي نحن شعبويين وعلى السطح. وفق رئيس حزب الكتائب، تستعمل السلطة النعرات الطائفية وشد العصب للتفريق الناس عن بعضها وتجييشها للوقوف إلى جانب الزعيم، خاتما أن هم الكتائب كسب ثقة الناس باستعادة المثالية المطلقة في الحياة السياسية. كونوا نبض الشباب بستة أيار، كونوا نبض بكرة بستة أيار، ليحيا لبنان. وزير العدل سليم جريصاتي رد على النائب سامي جميل في تغريدة على تويتر قائلا: عيب يا نائب الأمة القول قاضي إلي وقاضي إلك، وعيب القول استخدموا القضاء لأسكاتنا وأسكات الإعلاميين. القضاء سلطة مستقلة إلك ولغيرك، بس المهم تلجأ للقضاء لتثبت حقك واتهامك. كم خطيئة ترتكب بحق الوطن والقضاء بسبب الاستحقاق الانتخابي؟ الجديد تلتقي الحركيين في أفريقيا وتجول معهم في أبيدجان. عندما كنت في لبنان أشاهد حماسة اللبنانيين في أبيدجان في تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد وزير الخارجية جبران باسيل حد مقاطعة مؤتمر الطاقة الاغترابية هنا، كنت أفكر وأسأل عن مدى الالتزام السياسي والحزبي والمذهبي للمغترب اللبناني، هو الذي بجزء كبير منه هاجر بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يكون أبطالها السياسيون أنفسهم. هذا الشارع هنا في أبيدجان في أفريقيا يسمى بشارع السلام. غالبية المحال التجارية هي للبنانيين وتحديدا لأشخاص ينتمون إلى حركة أمل. بعد الإشكال الذي حصل بين التيار والحركاتين إلى هنا لكي نرى كيف يعبر هؤلاء اللبنانيين عن انتمائهم الحزبي أو لربما أيضا انتمائهم الطائفي، فلنشاهد سويا. هون غير لبنان، هون بتلاقي هون كل الطوائف، كلها مسيحي مسلم درزي، كله مع بعض، كله بينكت وبيضحك مع بعض وبيمزح مع بعض. بس في الانتماء الحزبي؟ فيش انتماء حزبي مثل بلبنان هيك متعصب، ما في هون. لا لا مش كده. هلا في عم يقول لي كلها حركه. لا في عندك حركه، عندك حزب، عندنا كل الاحزاب موجوده هون. تشتريها لانه عليها صوت الرئيس بري؟ يعني طبعا طبعا بيعني لي اكيد. ليه؟ لانه بحبه. ايه اكيد انتباه له. مش ممكن يبكي ساعه منك اي لا مين بيكون الرئيس بري؟ مش بوالا سي ان بو ريسبونسابل بوليتيك. لا با دو سوسي، لا با دو سوسي. صوره مين؟ صوره استاذنا وحبيبنا وتاج راسنا الاستاذ نبيه. وماني أكيد. مثل شو مكتوب؟ مثل وفا. هذا مثل وفا من أبو مصطفى. حطيت له صورته على سبيلال أكيد. ليه؟ لأني بحبه، لأنه ابن وطننا. لم تكن مهمة العثور على شكل الالتزام الحزبي للحركة صعب هنا، بينما إشهار الانتماء لحزب الله علنا دقيق. وحاجة صورة للرئيس بري والرزنامة وال مين بده يشتري الرزنامة هون بالملحمة؟ يعني مش تابعا لحركة أمل. كتار؟ أكيد كتار، إيه طبعا. يعني التابع لحركة أمل بيشتروا حركة أمل، والتابع للحزب بيشتروا للحزب، كل واحد تابع. وين رزنامة الحزب؟ بعد ما جابوا لنا إياه والله. الملحمة يمكن فيها بس لنبه بري بعتقد، صورة السيد فيش حطها هون. ليه؟ سيد حسن، يعني هذا وضع أمني أو شيء، ما في حط. بس هو أنت إذا بتفضل بتحط صورة السيد يعني. يعني السيد بقلبي يعني مش يعني بس إنه هون لدواعي أمنية صراحة. لأنه بشرفني حط صورة مثل صورة نبيه بري والسيد موسى الصدر. بس لو انا عم بيروح هسه بدها تجديد. ايه ناطر اللي يجيبوا لي وحده مثل هيك من هالشكل. هاي الصوره عندك اياها بالبيت؟ عندي اياها بالبيت. وبدك بتطلعي معي على البيت لفرجيك على بيتي. بيتي ورا فوق. نطلع سوا مثل بدي. يلا ماشي معي. ليه ببيتك وبالمحل في انا وخيي اخواتي اثنين بلبنان وخيي بامريكا. ايه وانا وخيي الثاني هون. انت ساكنه بالبيت انت والرئيس بر على راس وعيني. كما في لبنان كذلك في الاغتراب،
حب الزعيم واحد وحس الانتماء إليه واحد، وصولا إلى إلغاء الذات أحيانا كثيرة كرمة لعيون الزعيم. هنا كما هناك مع فارق بسيط، هنا أبيدجان وهناك لبنان. من أبيدجان، رشا الكرم، قناة الجديد. توسعة العقوبات الأمريكية على حزب الله والدولة غائبة. اتهام حزب الله بأنه يعمل على ترويج أو توظيف شبكة بيع مخدرات في العالم. نحن سونا من بيع مخدرات. مثلا شبكات تبييض الأموال. نحن بالعمل الحلال بالتجارة الحلال مش مؤمنين. كيف التجارة الحرام؟ العقوبات الأمريكية على حزب الله مستمرة، وجديدها 6 أسماء بحسب ما نشر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، وهم الأخوان جهاد وعلي محمد أنصو، عصام أحمد، سعد نبيل، محمود عساف، إضافة إلى عبد اللطيف سعد ومحمد بدر الدين المقيمين في العراق. وتتهمهم أنهم يعملون لصالح أدهم طباجة الذي أدرج اسمه سابقا، وهو صاحب مجموعة الإنماء للهندسة والمقاولات التي تعمل لدعم حزب الله بحسب الأمريكيين. عندما وضع يعني عندما وضعت الإدارة الأمريكية اسم السيد أدهم طباجة منذ فترة، حاولت الآن أن يعني توسع في مثل هذا الإطار، ذكرت شركة الإنماء بالاسم، ومن ثم الآن بدأت تذكر بعض الأسماء الذين يعملون في الشركة. يعني هلأ إذا في مدرسة لحزب الله أو في مستشفى لحزب الله وبتشتري مثلا أنت جهاز أشعة أو بتشتري دواء من شركة أدوية للمستشفى تبعك، هذه معناتها دعم للإرهاب، دعم للإرهاب، وتعاقب عليه هذه الشركة أو هذا البنك. ومن يقدم مالا لحزب الله هذا أيضا يعاقب لأنه يدعم الإرهاب، وهكذا. لم تقتصر العقوبات على أشخاص، بل تخطتها إلى أسماء شركات، والهدف ترهيب كل من له صلة من قريب أو من بعيد بالحزب أو بجمهوره. أن الولايات المتحدة الأمريكية في بادئ الأمر كانت تتعاطى مع هذا الموضوع على قاعدة الجناح العسكري لحزب الله. الآن بتنا في مكان آخر تماما، وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تضمر وكانت تخفي مثل هذه النوايا، وهي تتدرج حتى تصل إلى ما تريده لتحاصر بيئة بكاملها تحت هذا العنوان. اللافت أن هذه العقوبات جاءت بعد زيارة لوزير الخزانة الأمريكية مع وفد أمريكي جالوا في خلالها على عدد من السياسيين اللبنانيين. هل سمعت أحد من المسؤولين اللبنانيين يفصح عما دار من حديث بين المسؤولين اللبنانيين ووزير الخزانة؟ يعني وكأن المباحثات سرية وتحت الطاولة، في حين أنه إذا جاء أي مسؤول آخر سياسي تسرب 100,000 قضية وقضية تحت هذا العنوان أو ذاك العنوان. أولا ليس هناك شفافية في مثل هذا الملف، فلا بيطلع واحد بيقول لك أنه يا أخي حاكم مصرف لبنان طبيعة شغله تفترض مثل هذا الهدوء. طيب على رأسي وزير الخارجية والمغتربين أيضا ربما لديه قنوات دبلوماسية، طيب على رأسي، لكن هناك رأي عام لبناني، هناك مواطنين لبنانيين يوضعون على مثل هذه القوائم. من نتائج العقوبات السابقة توقيف قاسم تاج الدين. مثلا تاج الدين على سبيل المثال، أين الدولة اللبنانية من هذا الملف؟ يعني تاج الدين ليس له علاقة من حزب الله بحزب الله، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه كان قد وضع. أنا في رأيي المسألة سيد هي أبعد بذلك من كثير، أبعد بذلك بكثير. يعني هي مسألة التسلل إلى أفريقيا وإلى البنية الاغترابية اللبنانية، هي وسيلة من وسائل صراع المقاومة مع إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، وهي فاتورة يدفعها داعمو هذه المقاومة التي حققت إنجازات ميدانية في معاركها. والخوف من توسعة دائرة الاتهامات والعقوبات في حال لم تتحرك الدولة اللبنانية لحماية أبنائها. هادي الأمين، قناة الجديد. الرئيس سعد الحريري يؤكد أن البلاد تجاوزت قطوعا خطيرا جدا، والكلام الذي سمعناه في الأيام الماضية أعادنا 30 سنة إلى الوراء.
بيروت ليست مكسر عصا لأي كان، هكذا علق الرئيس سعد الحريري على الأحداث التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية وخلال حفل عشاء أقامه على شرفه الرئيس الأسبق لاتحاد العائلات البيروتية محمد سنه. أشار الحريري إلى أننا تجاوزنا قطوعا خطيرا جدا. بقول صراحة نفس الأفكار اللي كان رفيق الحريري هو يقوم فيها، أنه يحكي مع الجميع، يدور الزوايا. في محلات كان خصمه الأساسي أنتم بتعرفوه كان النظام السوري، ولكن قدر ينجز اللي قدر ينجزه. كيف؟ لأنه كان عم يدور الزوايا، كان يبلع الموس أمرار ويقطع الجرح، ونحن اللي عملناه خلال المرحلة شو غير ذلك. أنا اللي بقوله إنه نحن مشروعنا وطن. نحن بالنسبة لنا إذا واحد عنده كفاءة كثير كبيرة. وعن العلاقة مع حزب الله، لفت الحريري إلى وجود التوافق معه على الأمور الداخلية ولو كان الخلاف على الأمور الاستراتيجية. بقولكم صراحة نفس الأفكار اللي كان رفيق الحريري هو يقوم فيها، أنه يحكي مع الجميع، يدور الزوايا. في محلات كان خصمه الأساسي أنتم بتعرفوه كان النظام السوري، ولكن قدر ينجز اللي قدر ينجزه. كيف؟ لأنه كان عم يدور الزوايا، كان يبلع الموس أمرار ويقطع الجرح، ونحن اللي عملناه خلال المرحلة شو غير ذلك. وأشار الحريري إلى أن الانتخابات هذه السنة ليست كسابقتها، فصوت واحد قد يحدث فرقا والتحدي كبير. بعد الإعلان اللقاء الوطني الاعتراضي. أهلا بكم من جديد. تسطير ضبط مخالفة بحق مواطن قبل عامين من شراء سيارته، وعند مراجعته الجهات المعنية ألزموه بالدفع أولا. محاولات لبنان كسر الأرقام القياسية مستمرة على الصعد كافة، وآخرها قلب العجائب والغرائب إلى حقائق في إدارات الدولة التي استطاعت عبور الزمن بتسطير محاضر المخالفات. رحت السيارة بدي أغيرها النمر عن نافعة، قال لي في السيارة عليها ظبط. قلت له ظبط شو؟ قال ما بعرف. بقول لك ظرف مسكر، أنت وحظك، يعني أنت بتعرفش وين لا تدفعي لا تعرفي شو هو، عشان بس تدفع ما عادش فيك تراجع، ما عادش فيك تعمل شيء، ولا انا اصلا ما كنت دفعت يعني. قلت له طيب قد ايه قيمته؟ قال لي 50,000. دفعنا اكيد قبل، بس فتحته بتفاجئ انه هيدا السياره عليها ضبط ب 29/5/2014، سياره مصنوعه بال 2016 وانا مطلعها من شركه التويوتا، مش مشتريها من حدا. 21/9/2016. فكيف يمكن أن يسطر ضبط قبل عامين من تاريخ صنع السيارة؟ تلفنان للموظف عن نافعة أراجع شركة تويوتا. هلا أنا بيني وبينك زغرت عليه يعني، وتلفنت لتويوتا قلت له هيك هيك الموضوع. قال لي شو خصني شو، أنا الدولة أنا نافعة، روح راجع الدولة، راجع النافعة يعني ما خصني. طيب أول شيء نمرة قديمة كيف بيبيعوها لسيارة جديدة؟ هي واحدة. واحدة تانية خلينا نسلم جدل إنه هي نمرة قديمة. طيب لما عملت أنقاض هالنمرة إذا عليها ضبط ما بيندفع؟ طيب انعملت انقاض واجا الضبط من بعد ما انعملت انقاض. طب السياره تسجلت ب 2016 بشهر 9، يعني اذا عليها ضبط المفروض شو؟ يندفع مع التسجيل كمان. ما في شيء. الضبط وين صار؟ باي منطقه؟ ببيروت، بموقف بيروت، بدل رقم بوظيف بيروت، يعني جاي صف زي صفتين لانه هناك عدد وقوف اضافي. اذا فكر حدا انه هيدي النمره الي وانا عم بقي مع كذا سياره، لا مش الي النمره، يعني انا ما عندي نمره لا احط على سيارتي، انا اشتريتها وهن سجلوا لي التويوتا. بس هلا في حل واحد انه يكون هذه السياره ميك ظبط باليابان وجايبينها معهم من اليابان ودافعين اياها انا معها، ما فيش الا حل هيك. منذ الاستقلال بهالبلد كل شيء بيصير، وربما مسرحيه المحطه لم تكن مجرد خيال. رزان شرف الدين، قناه الجديد. بطاطا تصير محطة وتران يجي بلا خط بهالبلد كل شي بيصير بهالبلد. حريق في المدينة الصناعية في رومية أتى على معمل للبلاستيك.
هذا ما تبقى من معمل بروفوم الذي يصنع الصحون والأواني من مواد البلاستيك والفلين، بعدما نشب فيه ظهر اليوم حريق هائل أتى عليه بالكامل وغطى منطقة المتن بالدخان الأسود. المعمل المنكوب الذي يقع في المدينة الصناعية في منطقة رومية كان يضم أيضا سكنا لعمال آسيويين تمكنوا جميعا من الخروج بسلام قبل امتداد الحريق، ولم تسجل أي إصابة. يعني الحمد لله على السلامة. النار مبدئيا قضي عليها، يعطيهم عافية رجال الدفاع المدني، لبوا بسرعة، كتر خير الله. ما في بالجسد، ما في يعني ما في شيء. هلا اني ماشي التحقيق لحتى يشوفوا اذا كان هالموضوع صار طبيعي او في حدا وراء هالعملية. بعد ساعتين من اعمال الاطفاء تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد النيران، فيما فتحت القوى الامنية تحقيقا لمعرفة الاسباب. اللقاء الوطني لقوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي يضع الانتخابات النيابية تحت مجهر المتابعة والمحاسبة. من رحم القضايا الاجتماعية، استمد اللقاء الوطني لقوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي خريطة طريقه تحت شعار صوت واحد للتغيير، لتكون الانتخابات صرخة في وجه السلطة. إصلاح الدولة نفع للجميع، نفع للجميع بدولة مستقرة، بدولة عادلة، بدولة قادرة. لا نفع فئة ترى في الإصلاح نفعا فئويا أو ضررا فئويا. هدفنا ببناء دولة مدنية علمانية ديمقراطية فعلية. للي صرخوا بالشوارع من قلهم خلي صرخاتكم تنزل أصوات، مش بس بالشارع تنزل أصوات بصناديق الاقتراع. شارع لازم يكون للقضايا والمطالب اللي بتجمع اللبنانيين وبتوحدهم، مش للي بتقسمهم وبتعمل فتن مذهبية وطائفية مثل ما شفنا. هذا اللقاء خاض مواجهات سعيا لبناء الدولة القادرة على تحقيق كل القضايا والمطالب السياسية والاقتصادية الاجتماعية الملحة، وعليه يرفض نحاس التحالف مع أي طرف يرضى بالتحالف مع سلطات الأمر الواقع. عنوان هذه المرحلة اللي بطرحه قدامكم ليس الانتقال من الاعتراض إلى المعارضة، ما بيكفي، هو بناء الدولة واستلام إدارتها فعليا، لأنه اللي مقابلنا فاقدون للشرعية وللفعلية. أن المعركة تبدأ في السابع من أيار ولا تنتهي في السادس من أيار. خلافاتهم تدينهم ورائحة فسادهم سابقتهم من مرتفعات جبل الكوستا برافا إلى فأش الموج عند مكب برج حمود. نحن اليوم نقف على الضفة الأخرى من المواجهة، وما علينا سوى عبور النهر بصوت واحد للتغيير. قد نكون أخفقنا في معركة فرض قانون انتخاب عادل نريد جميعا، ولكن علينا أن لا نخفق في إدارة معركة انتخابية بهذا الاستحقاق حتى نحقق نتائج. وفي نهاية لقاء مسرح المدينة صدر عن المجتمعين بيان ختامي رأوا في خلاله الانتخابات النيابية استحقاقا لمحاسبة أطراف السلطة، والتزموا العمل لتوحيد الجهود لخوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية كافة وتنظيم حالة الاعتراض والتغيير الديمقراطي من خلال بناء أطر عمل تنسيقية ووضع برامج عمل مشتركة لها، ووضع الانتخابات النيابية في خدمة بناء معارضة ديمقراطية لفتح الأفاق أمام تأسيس ائتلاف سياسي على الصعيد الوطني، ورفضوا ودانوا الخطاب السياسي المذهبي الهادف إلى تقسيم اللبنانيين، إضافة إلى تأليف لجنة متابعة مفتوحة من المشاركين لمواكبة مرحلة قبل الانتخابات النيابية وبعدها لبلورة البديل الديمقراطي. لم تحسم بعض النساء في لبنان قرار ترشحهن للانتخابات النيابية المقبلة، فماذا تقول الأرقام السابقة عن مشاركة النساء اللبنانيات في الحياة السياسية؟ نص المجتمع نص البرلمان، إلى أي مدى يطبق هذا الشعار؟
بحسب إحصاءات نسب مشاركة النساء في برلمانات العالم العربي، تتصدر تونس اللائحة بنسبة تصل إلى 31%، تليها السودان ب 30.5%، وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة بنسبة تبلغ 25.8%. أما بالنسبة إلى الدول الثلاث الأخيرة فيأتي لبنان أولاً بنسبة تبلغ 3.1%، ومن بعده دولة الكويت بالنسبة نفسها، ثم يأتي اليمن في المرتبة الأخيرة بنسبة 0%. بناء على هذه الأرقام التي احتسبت حتى عام 2017، أطلقت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع الأمم المتحدة حملة تشجع من خلالها النساء هذا العام على الترشح والانتخاب والمشاركة في الانتخابات التي ستجرى في 6 أيار المقبل. كأمم متحدة عنا من الأهداف المستدامة عنا هدف أساسي، هو الهدف رقم 5، هو المساواة بين الجنسين. ضروري يكون في مساواة وتمكين المرأة بهالإطار بالعمل السياسي وبالصنع بالقرارات السياسية. سجلت انتخابات عام 96 وانتخابات عام 2000 وصول 30 نساء إلى المجلس النيابي، أما انتخابات عام 2005 فقد شهدت وصول أكبر عدد من النساء إلى المجلس النيابي، إذ بلغ عددهن 7 من أصل 128 نائبا. أما في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2009 فقد وصلت 4 نساء إلى المجلس النيابي. النظام هالمرة ما حالفنا كتير لأنه ما دخلوا الكوتا لنقدر أنه تترشح يكون عندها حظوظ أكبر، ولكن هذا مش لازم يكون مانع تجاه المرأة أنه تنزل على الانتخابات، أنه ما في يكون أنه في برلمان ما فيه سيدات، وقت السيدات تكون هالقد ناشطات بالمجتمع بكل المجالات. لم يحالف الحظ النساء هذا العام بإقرار الكوتا النسائية، مع أن لبنان لا يسبق إلا اليمن في نسبة مشاركة النساء في البرلمان، وهذا ما يجعلهن أمام تحد أكبر. فهل تجرأ النساء على خوض المعركة بنسب أعلى؟ يرى دبس قناة الجديد. أكثر من 1,200,000,000 سائح يجولون العالم سنوياً، 7% منهم أي 80 مليون سائح يختارون السياحة الدينية بحسب منظمة السياحة العالمية. وفي عام 2009 أدرج بند في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري يتضمن دعم السياحة الدينية في لبنان، وفي أيار 2016 أطلق لبنان مشروع السياحة الدينية والثقافية من السرايا الحكومية. هو القطاع السياحي في لبنان قطاع يشكل حجر الأساس في بنية لبنان الاقتصادية. هذا القطاع لا يعتمد فقط على نايت لايف أو موسم التزلج وغيرها من أبواب الرزق، بل باتت المقامات الدينية تشكل عنصرا أساسيا في إحيائه. فمن جنوب لبنان إلى شماله مرورا بعاصمته وبقاعه تتوزع المقامات الدينية التي باتت مقصدا للزوار اللبنانيين والأجانب. جو روعة، جو خيلة بالنسبة لهني كأجواء وكالناس اللي هني ما شاء الله عليهم، والمنظر هذا نفس ما قلت لك احنا جايين تقريبا على أساس نشوفه. في كتير سواح بيقصدوا المزار هون على السلام، وفي كتير ناس مؤمنين وبيجوا من عدة دول من عدة ديانات كمان بيزوروا العذراء. في بعلبك على سبيل المثال مقام السيدة خولة بنت الحسين، هذا الصرح ذو الهيكل النحاسي يشكل بتجاوره مع قلعة بعلبك الأثرية عامل جذب للزوار. بيجي كتير زوار من برات البلاد والمناطق كهي كمقام ومركز لبنت الإمام الحسين عليه السلام. أنا حج جابر من العراق ومن محافظة النجف الأشرف ولاية أمير المؤمنين. وجاي عن السيدة خولة بنت الإمام الحسين، أعرف مقامها العظيم عندنا وجاي أزورها. يعني جايين من حلب لزيارة السيدة خولة سلام الله عليها وللإقامة عندها. ولدعم هذه الثروة المتنوعة تتحضر وزارة السياحة لإطلاق مشروع السياحة الدينية في لبنان. المشروع من المفترض أنه يطلق خلال شهر فبراير، خلال شهر شباط. تركيزها بيكون على تسويق الأماكن والمقامات الدينية التاريخية الثقافية من الموجودين بلبنان إلى خارج لبنان من خلال الشركات العالمية. هذا المشروع استقبله المسؤولون عن المقامات الدينية بإيجابية كبيرة. نحن أصلاً المزار هو رئيس هالمزارات كلها سوا، وعنا لقاء بعد شي أسبوعين بالجامعة الأنطونية لبث هالسياحة الدينية ويكون إلى قيمتها ودورة بلبنان. كل المزارات السياحة مش ضروري المسيحية، المسيحية والإسلامية عم يشتغلوا سوا من أجل اللي تفضلتي وقلتي بالبداية لتنشيط
السياحة. هي خطوة مبشرة، إلا أنها من ألف ميل على الدولة اللبنانية القيام بها لتحسين وتحصين الوضع الاقتصادي في بلد بات مخلصه الوحيد التضرعات والشموع المضاءة. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بعد الإعلان، نهاد ثرباي يتعثر في مشوار الممات. أهلا بكم من جديد. شركة المطبوعات للتوزيع والنشر تقدم للقارئ العربي كتاب نار وغضب للمؤلف مايكل وولف باللغة العربية. كتاب نار وغضب للمؤلف مايكل وولف الذي هز العرش الأبيض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدر حديثا باللغة العربية بعنوان نار وغضب البيت الأبيض في عهد ترامب عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بعدما حقق أرقام مبيع قياسية في الأسابيع الأولى عالميا. الكتاب أصبح متوفرا في المكتبات اللبنانية وقريبا جدا في الدول العربية والعالم، كما يمكن طلب الكتاب عبر موقع الشركة على الإنترنت أو عبر مكتبة نيل وفرات. واستند نار وغضب إلى شهادات مساعدي ترامب وأبرزهم كبير المحللين الاستراتيجيين ستيف بانون، وإلى أكثر من 200 مقابلة مع الرئيس ومسؤولين رفيعين في البيت الأبيض. يكشف فيه مايكل وولف خفايا البيت الأبيض وفضائحه وقراره منح الضفة الغربية للأردن وغزة لمصر ونقل سفارته إلى القدس، وكيف تدخل في شؤون الأسرة المالكة في السعودية وحدد الاستراتيجيات والأولويات في الشرق الأوسط، كما يكشف حقيقة تورط ترامب مع بوتين والروس. كتاب هز العالم ويفرد صفحات لوصف شخصية الرئيس المتناقضة وحبه للشهرة ومواقفه المرتجلة وتعيينه العبثي للمناصب الحساسة وجهله أولويات العمل السياسي وعلاقاته الملتبسة مع الصحافة، ويضيء على الحياة الشخصية لترامب وزوجته الحاضرة الغائبة وأولاده الثلاثة وصهره وأحلامهم الطارئة وتدخلهم السافر في شؤون البيت الأبيض والاستفافات التي نجمت عن ذلك. يصف الصراعات العنيفة داخل الجناح الغربي في البيت الأبيض والدسائس والتسريبات. رئيس بلا أجندة رئاسية يحكم دولة عظمى يراهن حتى المقربون منه على سقوطه في منتصف طريق. السفير الإماراتي لدى لبنان حمد بن سعيد الشامسي دبلوماسي العام. فاز سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد بن سعيد الشامسي بجائزة شخصية العام في الدبلوماسية العربية الذكية. هو الدبلوماسي الذي نجح بشخصيته في أن يكون قريبا من مختلف الأطراف السياسية، كما استطاع إبراز دور الإمارات في لبنان بعديد الخدمات الذكية من خلال سفارتها التي تتعدى دور السياسة. ووفق رئيس أكاديمية جوائز التميز في دبي بيير مكرزل، فإن أبرز الأسباب لمنح الشامسي هذه الجائزة هي مد يد الإمارات البيضاء لدعم المجتمعات اللبنانية المتعددة، ومنها على سبيل المثال بناء المؤسسات التربوية خصوصا في البقاع والجنوب والشمال. هنشارك من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وكان الشامسي قد شارك أخيرا في حملة دفع لمساعدة آلاف العائلات المحتاجة، إلى جانب تقديم مساعدات شملت طرودا غذائية وبطانيات وملابس شتوية للأطفال بهبة من الهلال الأحمر الإماراتي. وتأتي هذه الجائزة تقديرا لمبادراته الدبلوماسية وتتويجا لإنجازاته المجتمعية. وتهدف جائزة شخصية العام في القيادة الدبلوماسية العربية الذكية التي انطلقت قبل 20 عاما إلى إبراز دور رؤساء الهيئات الدبلوماسية المتميزة في المنطقة العربية والإضاءة على مبادراتهم وإنجازاتهم وقدراتهم في صياغة الرؤى وتطويرها. وآخر الفائزين العام الماضي كان السفير الأردني في الإمارات سائد رديدة. ومن المقرر أن تقام مراسم الاحتفال بهذه الجائزة في 25 من شباط في مصر، وذلك برعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وننتقل إلى فن الخبر مع زميل عمر خداج. سعيدة،
أكثر من 11 يوم مضى على وفاة الفنان نهاد طرباي على الأراضي الفرنسية، وحتى اليوم جثمانه بعد ما وصل إلى لبنان، مما خلق حالة استنكار عن بعض محبينه، خصوصا الإعلامي جمال فياض يلي أطلق صرخة بهيدا الشأن، فتوجهت كاميرا الجديد لعنده نسأله عن آخر المعطيات بهيدي القضية. أنا اللي مشيت وياك مشوار الحياة، أنا اللي ضد المر ما قلتش أنا. هلا هو عمليا كونه فرنسي وكونه توفي بالطريق، يعني مش بمستشفى، مش بعد علاج، حالة طارئة، في تقارير بوليس وقضاء وسماح بنقل الجثة أو إخراجها من فرنسا، وخاصة أنه هو يحمل الجنسية الفرنسية، بدأ إجراءات معاملات وتوقيعات وهيك، وفي شخص واحد هو ابن عمته فنان وليد فرح عم بيهتم بهيدي الأمور. هلا الأمور عادة المفروض تاخذ لها 4-5 أيام ماكسيموم، هاي صرنا ب 12 يوم لهلا ما خلصت المعاملات. المعلومات بتقول إنه أول شيء السفارة اللبنانية ما تدخلت بالموضوع، وأنا عرفت هلا قبل ما إجي إنه السفير عم يحضر بيان ليقول إنه نحن عم نتابع الأمور من أول الطريق. لا، ما عم يتابع شيء وما حدا سأل عن الموضوع، لا بالعكس، في معلومات بتقول من أحد الموظفين بفرنسا، الموظفين الفرنسيين بيقول إنه في أشخاص عم يتدخلوا لعدم تسريع هذه المعاملة، وكأنه إنه ما حدا يهتم، تركوها تاخذ إجراءاتها الطبيعية والأقل من طبيعية. ما بعرف شو الأهداف بالضبط، يعني ليه ما بعرف شو الأهداف. كل اللي تدخلوا من الرسميين بالحكومة والدولة اللبنانية كلها شخص واحد اللي هي الأنصل ماجدة كركي حسب ما عم بيقولوا أسرته، والدخل بصفة شخصية مش بصفتها الرسمية، لأنه لو بصفتها الرسمية كان فيها تمون على تسريع المعاملات. وزارة الخارجية اللبنانية أصدرت بيان أكدت فيه أنه سفارة لبنان تتابع القضية في باريس من خلال جهازها القنصلي منذ لحظة وفاة المطرب الكبير نهاد طرباي، وأنها ظلت على تواصل مع عائلته والسلطات الفرنسية المختصة. وقد قامت السفارة والقنصلية في باريس ببذل كل ما يمكن في هذه المرحلة، علما بأن انتظار إنجاز الأوراق اللازمة من قبل السلطات الفرنسية لنقل جثمان إلى بيروت في أقرب فرصة. أنا اللي بدي أقوله أنه مفروض إذا في شخص بيبقى راكد ليعمل وزير، مشكلته أنه بس يقعد على كرسي الوزارة بطل يهتم بشي، خلص أنه أنا اسمي وزير، حط النمرة على السيارة والمدام عم تعمل شوبينج ومشي الحال. تنين بده يتوقع مفروض ياخد الوراق الممضية وبده يروح على المطار يوم الثلاثة، لازم حسب الإجراءات القانونية ينام الجثمان ليلي بالمطار، ببراد المطار، بمستشفى المطار ليلي 24 ساعة ليترحل على لبنان، يعني بيجي الأربعة ليوصل الأربعة بالليل بالطيارة، يعني راح الدفن بعتقد للجمعة. وإزاي الحسن بيبان في البعد يا غالية منشقان، وأنا وحدي بحسنك أدرى، أنا وحدي بحسنك أدرى. وكان ملفت أيضا تعليق أكثر من فنان وإعلامي على هالموضوع المؤسف، أبرزهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وكتبت: الله يستر على إخرتنا، عيب والله وحرام، بدي يكون هالمطرب منه لبناني، كانوا جابوه بطيارة خاصة احتراما لجثته، شي بخوف. أما النجمة سيرين عبد النور فعبرت أيضا عن غضبها وكتبت: عم بيقولوا معاملات عالقة بباريس لنقله لبيروت، لو كان سياسي كان صار هيك، وين حق الفنان ببلدنا؟ لهم مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن، باي باي. وإلى فقرة ترندز مع زميلة نور صومعة. مرحبا. من الترندينج هاشتاجز اليوم هاشتاج الكتائب يلي بيّن بعد ما أطلق حزب الكتائب اللبنانية بخطاب للنائب سامي الجميل حملته الانتخابية بعنوان نبض التغيير ببيروت. التغريدات كان البعض منا من محبي الحزب والبعض الآخر كان انتقادات للحملة يلي اعتبروها الكتار مسرحية أو عرض. إبرا كتب: الشيخ عم بينافس جورج خباز بمسرحياته الكوميدية. إلي باسيل كتب: ماكرون ستايل. أما يوسف فنشر هالصورة وعلق إلى جانبها منظر جان لوك ميلانشون لما شاف الجميل عم بيقلده بمسرحية انتخابات للكتائب مع تريلر ترو ديتكتيف. علي قال: والله فكرت WWE ماتش لأول وهلة وصورة تريبل إتش أعلاه. أما سلام فكتب: الكتائب صايرين شيوعية أكثر من الحزب الشيوعي.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يلي بتملك خدمة واتساب عن أجدد الأرقام القياسية الجديدة المتعلقة بنمو واتساب خلال النص الثاني من السنة الماضية، وبحسب ما صرح زوكربيرغ وصل عدد المستخدمين للمليار فاصل 5 مستخدم شهريا، وعدد الرسائل وصل ل 60 مليار رسالة يوميا. لكن محبي الفلوجر لوغان بول يلي أثار موجة غضب كتير كبيرة على السوشيال ميديا وتم إبعاده عن موقع يوتيوب بسبب فيديو نشره عم بيتمسخر فيه على ضحية انتحار بغابة معروفة باليابان إنه عدد يلي بينتحروا فيها كبير، نشر على حسابه على تويتر فيديو مع تعليق بيقول فيه The Return أو العودة بعد ما كان طلب من جمهور المسامحة، فعلى ما يبدو إنه رح يرجع لأعماله مع موقع يوتيوب. لهون بنكون وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكره لاخبار جديده من السوشيال ميديا. كان في النشرة اللواء اشرف ريفي للكتيب. وانا معلوماتي عم اقول لك اسم جبران بسير واحد من الاشخاص اللي حققوا ثروات فسادا من اموال الخزينه اللبنانيه. حسومات الجراح لاستوديو فيجن تخفض المبلغ من 60 مليون إلى 3 ملايين دولار. سامي جميل يفتتح موسم الانتخابات ويضرب موعدا مع السادس من أيار. حلوا عنا هن وصراعاتهم هن وحروبهم هن ودواليبهم المحروقة. الخزانة الأمريكية تستهدف حزب الله بأسماء جدد. اسمنا مكتوب على لائحة الإرهاب من بداية الثمانينات. بري رئيس في لبنان وفي أبيجان. هاي صورة أستاذنا وحبيبنا وتاج راسنا الأستاذ نبيه. بهالبلد كل شيء بيصير، ضبط من 2014 للسيارة موديل 2016. سيارة عليها ضبط ب 29/5/2014، مصنوعة بال 2016 وأنا مطلعها من شركة تويوتا مش مشتريها من حدا. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.